السلام عليكم اخواني واخواتي متابعيني متابعين قناه احمد 74. اليوم جايب لكم في الموضوع مختلف تماما عن المواضيع السابقه اللي اني قدمتها. طيب خلينا نبلش ونستغل الوقت. طبعا العرض اللي اجاني من شركه AT&T يقولوا لي اذا اتحول من الشركه اللي اني حاليا استخدمها الهم راح يعطوني جيفت كارد $200، وهاي انا كاتبي لي يا نوع لا اختار يا نوع جيفت كارد اختار كهديه. وايضا العرض اللي جاني يقولوا لي راح نعطيك اختار موبايلين. طبعا هي جميع انواع الموبايلات الحديثه هم عندهم، بس انا اختاريت هاي الموبايلين اللي هن سامسونج جالكسي S23 الترا. اللون مالته اختاريته جرين اللي هو اخضر، واختاريت سامسونج جالكسي S23 اختاريت كريم اللي هو بين الابيض والحليبي، الحليبي خلينا نقول. طبعا هذني مجانا، كلية مجانا، يرغبون الشخص حتى في سبيل بس يحول الخدمات، والخدمات اللي اريد احولها اني بس اكتب موافق، هم يتكفلون بكل شيء، يعني حولوها والارقام نفس الارقام الظل. طيب خلينا نروح نشوف المقارنة مع الموبايلات اللي اني اريد اغيرها. طبعا أنا من معجبي ومستخدمين شركة سامسونج، لأنها شركة ممتازة وفاخرة، ليس فقط الموبايلات وإنما يعني أغلب الأشياء الكهربائية عندي بيتي هي سامسونج. الآن هسه هن وصلا الموبايلات اللي أنا طلبتهن، وهن كانت عبارة عن هدية. بداية يعني أني آخر موبايل يعني اللي كنت أستخدمه هو النوت 20 سامسونج نوت 20 ألترا 5G، وهو أحدث موبايل من شركة سامسونج 20 نوت 20 ألترا. يعني حبيت أنا دائما أستخدم آخر إنتاج لشركة سامسونج فيما يخص الهواتف. اللي أحسن من عنده، اللي نزل أحسن من عنده من خلال هذا العرض اللي إجاني، طبعا الـ S23. الـ S23 دي مميزات أنا سامع عليها يقولون أفضل من النوت. زين خلينا نفتحها. هذا هذا الـ S23. هنا أنا كارد بطاقة تهنئة، وأيضا عبارة عن بطاقة تهنئة وفيها معلومات تخصني أنا. نخلي هنا على صفحة هذني. نفتح الثاني. وهذا الـ S23 ألترا. ايضا نفس اللي مخليهم، هي هاي الشركه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي AT&T. الشركه هذه توفر خطوط موبايل، وايضا توفر انترنت بالبيت وحمايه سكيورتي نظام كامل سيستم كامل. طبعا انا استخدم النوت 20 سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، هذا اللي هو دا اسجل بي. حبيت احدث الحقيقه جاني هذا العرض يعني مجاني، يعني ما خسران شيء، فقبلته وحولته وياهم. وهذا هو الاس 23، وهذا الاس 23 الترا، وهذا الاس 23.
خلونا نفتح هذا الـ S20 3 الترا وخلينا نسوي مقارنة ونشوف. هاي السالفة ما تفيد، خلنا نستخدم السكينة. زين هاي شنو؟ على كل كيبل شاحن سيم كارد دازين، وهذه هي هاي الشركة الـ AT&T. زين خليه هنا أنا على صفحة لني، وهذا هو الموبايل. أنا اخترت هذا اللون الجرين لأنه فد شيء حقيقة نازك، ولون أشوفه نادر اختاريته حلو. زين هذه لزقة مالته السكرين بروتكتور الوقتية، وأيضا هنا همتين هم مخلين واحدة بعدين اشدها هذا، وايضا هذا ال S23. خلينا نفتح ال S23 وخلينا نشوف. هذا مات يعني نفس الكيبل، هذا لونه كريمي، ام لون حلو. هذا الـ S23 وهذا الـ S23 Ultra، يصير أكبر منه بالحجم. زين أنا دا أستخدم النوت 20 Ultra، هذا اللي هو دا أسجل بيه اللي هو هسه هذا، وأنا محتار، فخلي نسوي مقارنة وبعدين نرجع نقرر نشوف ياهو الأحسن بيهن وحتى أبدي أستخدمه. خليكم ويانا.
هسه حاليا كلياتنا اعتقد صار عندنا راي بانه هو افضل جهاز هو الاس 23 الترا. هو انا عندكم اي تعليق تحبون تضيفوه فاهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم، والى موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.